السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موقع لالا بلس. مرة أخرى خرجنا مع ميكرو لالا بلس لسولو الناس في شوارع ديال مدينة الدار البيضاء شنو رأيهم في الساعة الجديدة في التوقيت الجديد في المغرب، واش مع أو ضد، واش كيشوفوا لي هذه الساعة إيجابيات أو سلبيات. نشوفوا شنو غادي يجاوبونا. الفيق بكري ما يمكنش كلشي يبقى يفيق مع 6 الصباح ويجي وما كيعرفوش الترونسبور، كاين اللي كيجي في الترام، كاين اللي كيجي من السطات، كاين اللي كيجي من برشيد، ما كيحسوش بالناس بحال ما كيحسوش بالشعب، حتى غيكونوا في بلاصتهم عاد يحسوا بالشعب. ما صالحاش هي بالنسبه للمواطن العادي، فهمتي؟ اللي خدام جورناي صالحه الموظفين بالنسبه لواحد الوقت محدود، وما عام داروها راه بزاف. لا ما صالحاش ليا. انا ما صالحاش ليا. علاش ما صالحاش لك؟ واش الصباح ما كتلقاش ترونسبور؟ واش حيت كتخرج في الظلام؟ شنو؟ تخرج في الظلام. ايوا راه ريسك ملي تخرج في الظلام بزاف. الصفاري كثروا. ايه وانت بعيد شويه. انت كيفاش اثرت عليك؟ واش في الفياق ولا في الترونسبور؟ في كل شيء تنفيق، كنت نورمالمون تنفيق مع وليت تنفيق مع 7 اور، ياك كنت تنجي نورمالمون موتوريزي ان كار دور وليت تندير نص ساعه، ما سامارونش با. زادوها ما استشروا مع حتى شي واحد. فهمتي؟ نورمالمون تيكون ان ريفيراندوم، تتهضر مع لا بوبيلاسيون، تتعطي لا في ديالها واش كونتر ولا. دو مومون الساعه ما سارونج بيرسون، الوغ علاش يزيدوا في هاد الساعات؟ هادشي فيه مشكل، خاصهم ينقصوا هاد الساعة ولو بدا اورجون اورجون اورجون. أنت كتلميذ يعني طالب مغربي، شو علاش أثرت فيك الساعة؟ شنو واش في السياق ولا فاش؟ لا أنا ما أثرتش فيا الساعة، أنا مع الساعة. حيت فهمتي كتزاد ساعة كتزاد شوية الراحة، كتنعس شوية وغتدخل عاوتاني مرتاح ما سد عينك ما والو. بالنسبة لهاد الساعة حقا كاين الإيجابيات وكاين السلبيات تاعها. بالنسبة للإيجابيات تاعها هي الإنسان هو خاصو يفيق بكري الحمد لله بعدا ولا حتى الفجر ولا كيجي يعني كلشي تقريبا كلشي ولا كيجي الفجر لاحظنا في الجوع من الاول كيعمروا بزاف بقى لك المشكل تاع الدراري اللي ما ولفوش اللي كيفيقوا معطلين ولا كيلقاو الظلام هذا هو الاشكال اللي فيها. بالنسبه لي مزيان. مزيانه؟ مزيان بالنسبه لي انا. علاش مزيانه قول لي؟ انا خدام 12 ساعه من 7 الصباح حتى 7 العشيه هذا الشيء. ما بدلات والو. ما بدلت لي حتى شي حاجه. هو ما صالحاش ليا، خاصني نفيق مع 6 الصباح باش الله نوصل للخدمه ديالي وفي الوقت ديالي. فاش يزيدوا عاوتاني؟ يزيدوا في الصالير ياك، يزيدوا في لو بيان نيتر ديال لا بيرسون ياك. يزيدوا في العمر؟ براسو يعني مغربي يعني فهمتي؟ يتشبت بالمغربي ديالهم. يزيدوا في العمر؟ باش يتكسباتريا برا. اه يا ناري اخويا مشيتي للسياسه. تزيدها بوسائل النقل. لا لا حنا بحال دابا المشكل تاع السكك الحديديه انهم نهار الاستعمار بالنسبه لي زادوا حسابيا زادوا اقل شي 300 متر يعني ما بين المطار محمد الخامس هي اللي زادوا. زيد في تشغيل الطالبين حيت بزاف كنلقاو البطاله بزاف في المغرب، كلشي باغي يخدم كلشي كيعاني. زيد لي بوست مناصب الشغل زيدهم. اه تزيدهم بزاف حيت كلشي دابا كيعاني. انا بغيت في الصالير والتشغيل راه معلوم كاين. صافي ان شاء الله الحكومه زيدوا في الراتب. في الراتب. زدنا في الصالير ريال العامله راه والو ناقصه ميت. دوك تزيد في المواصلات. وريال العامله الشغل. والراتب الشهري ديال اي موظف. نوفا استراتيجي ديال الكومونيكاسيون والبشره تسخر صافي اليوم نمر. قال لهم كنطلبوا منهم يغيروها. ما كنشكرش الحكومه مضيعه لنا في حقنا بزاف. كنتي ساعه عجبك زعما مسلك. زادوا غير على ود الظلام فهمتي على ود الاقتصاد انت ما عارفاش الحكومه بغاو يقتصدوا الضوء بغاو يقتصدوا شحال من حاجه نقصوا ساعه او زادوا ساعه. الصالير الصالير ما نقدرش راه ما كرهناش ولكن ما نعرف. بغيتهم غير نقصوا في حقيقة، نقصوا هاد الساعة. غير هاد الساعة. الساعة لله. الساعة لله. ####